بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بتقدم بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة لهذا الوفاء والعمل والجهد الكبير حتى يعني الوصول لهذا اليوم مع معالي الوزير العام فاروق، وهذا اليوم بوجود يعني صحبة كبيرة يعني تقريبا الوسط الرياضي موجود محبة في شخصه الكريم معالي الوزير العام الفاروق كابتن خطيب مجلس الإدارة، كل الشكر والتقدير. الحقيقة أنا بأشرف إن أنا يعني اشتغلت تحت قيادة معالي الوزير العام الفاروق من تولي يعني قيادة هيئة استاد القاهرة، ولم أجد فيه إلا الإخلاص، الولاء، القيادة، المحبة. حقيقة ولاؤه لأسرته، ولاؤه لبلده، ولاؤه لناديه كان دايما يعني قدامي، وكان في حوارات كتيرة جدا قد ايه كان بيحكي لي على مريم وهي يعني دلعته استمرار، وعلى إبراهيم المبتكر ودايما يعني يعمل طيارة ورسم له يعني مستقبل ما بيننا، كان حاجات كتيرة جدا. لعمر فاروق يعني ربنا اختاره وهو قاعد على مكتبه بيشتغل في شغله، بيفكر في هو هيعمل ايه، وده يعني مش عارف اقولها بشكل ازاي. يا بخته ربنا اختاره في توقيت حرم على النار كل هين لين سهل قريب الى الناس. الحقيقة يعني بشوفها فيه من فترات مع توالي الزمن مع توالي المكان والمكانة. الرسول عليه السلام لما تباهى تباهى بالأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. والرسول عليه السلام قال على الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العمري فاروق الحياة كلها صفات لم يلفظ بلفظ عن الآخر أمامه أو خلفه بشيء يخرج عن هذه الأخلاق. العمري فاروق أسرة طيبة، الأب، الأم، الإخوة، اللي بعتبر نفسي وبأشرف واحد منهم، شرف ليا كبير جدا لهذه الأسرة الكريمة اللي بتعبر عن الأسرة المصرية الكريمة في وجودها في هذا الصرح الكبير النادي الأهلي. مرة تانية كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن الخطيب وكل الحضور اللي موجود. شكرا والسلام عليكم.